طبيعيين موقع مصر اليوم. لسه مع حضراتكم مستمرين لتغطيه الحريق هائل بمنطقه 26 يوليو بوسط البلد. زي ما حضراتكم شايفين قوات الحمايه المدنيه بتحاول السيطره على الوضع، ولكن يعني يتم دفع عدد كبير جدا من خزانات المياه، وحتى الان لم يتم السيطره على الحريق بشكل كامل. زي ما حضراتكم شايفين الحريق قام في المبنى بالكامل، وتم السيطره على جزء من الحريق، وحتى الان لم يتم السيطره على الحريق في الجزء الاخر. ووجود عدد من رجال الحمايه المدنيه ورجال الشرطه وسيارات الاسعاف لوجود اي اصابات، وحتى الان لم يتم الاعلان عن اصابات او يتم الاعلان عن الخسائر البشريه. يعني نطلب من الجميع الدعوه ان يسلم الله باذن الله. ونشب الحريق هائل في محل ملابس بمنطقه وسط البلد بشارع 26 يوليو يوم الثلاث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطه والحمايه المدنيه الى مكان البلاغ، وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغ يفيد بنشوب حريق هائل في محل ملابس شهير بمنطقة وسط البلد، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى مكان البلاغ. وزي ما حضراتكم شايفين عدد كبير من قوات الحمايه المدنيه تحاول السيطره على الوضع، ولكن يعني تم السيطره على بعض النيران، ولم يتم السيطره على جزء اخر بعد انتشار النيران في المنطقه بشكل كامل. تم دفع خزان مياه جديد للامتداد للمساعده على اطفاء الحريق. طبعا فرض كردون امني لعدم امتداد النيران في المناطق الاخرى. زي ما حضراتكم شايفين القوات الحمايه المدنيه تقوم بدفع عدد كبير من سيارات المطافي للسيطره على الوضع، ودم يعني بعض من رجال الحمايه المدنيه قاموا بالدخول داخل العقار اللي نشب فيه الحريقه للسيطره عليها. ويعني جهود مبذوله، ولكن يعني السيطره على الحريق بشكل مش كامل لسه، ولكن يعني حتى الان حاولوا السيطره، وتم دفع عدد كبير من خزانات المياه للسيطره الكامله على الحريق، وتم فرض كردون امني على محيط يعني الحريق لعدم امتداد النيران للمناطق المجاوره. حتى الان لم يتم الاعلان عن سبب الحريق او يتم الاعلان عن عدد المصابين او عدد حتى الان، لكن نامل يعني ان تكون الخسائر تكاد ان تكون معدومه، يعني وتكون الخسائر في بسيطه، وان شاء الله ربنا يا رب يرحمنا برحمته. ونطلب من حضراتكم الدعاء. الحريق يعني قامت منذ ساعات قليلة جدا، و وتم دفع سبع عدد سيارات للحماية المدنية، ولكن لم يتم السيطرة على الحريق بشكل كامل، ولكن تم السيطرة عليها بشكل جزئي، ودخول بعض رجال قوات الحماية المدنية داخل العقار للسيطرة على الحريق. انت شهود عين؟ انت شغال؟ انت ساكن هنا؟ ساكن هنا. لا. امال ايه؟ استنى على ايه؟ قول لي. طيب مسكن هنا. امال عايز تصور ايه؟ قول. لا انا مش عايز اصور. طيب مصر اليوم. لا اسماعيل محمد اسماعيل. ازيك في الدور الثالث هنا؟ حتى الان زي ما حضراتكم شايفين يعني كان منذ قليل مكان يعني كان النيران طالعه من الشبيك، والوضع مستقر. يعني كان يعني دلوقتي مفيش نار ممتده او مش شايفين
نراهم موجودة، يمكن يكون يتم يعني يمكن ان هو كان تم استهتار على الوضع بشكل جزئي. طبعا دفع عدد كبير جدا من قوات الحماية المدنية لسيارات الإسعاف وسيارات المطافي لاستهتار على الوضع. الحري نشب في منطقة وسط البلد بشارع 26 يوليو. نحن شايفين زي ما بعض الشهود قالوا ان تم الحريق في بعد الساعة 4:30 عصرا، وتم الحريق الساعة 4:30 عصرا، ويعني بدأت بسماع صوت انفجار داخل محل او مصنع البدل اللي موجود في وسط البلد، ويعني بشائر من الممكن ان يتم يعني زي ما حضراتكم شايفين لان المحلات رجع النور رجع تاني وما بقاش في نار، فممكن يكون تم السيطره على الحريق بشكل كامل. كنت موجود ساعات المحرك الساعه 3:30 كده، كان النار واصله في كتير الشارع حلو. هو النار الحريقه وصلت امتى بالظبط؟ ايه الحريقه حصلت امتى؟ الساعه 4:30. ايه اللي حصل في اول حريق؟ سمع الانفجار والنار وصلت وسط كتير الشارع كده. احنا جينا من بعيد وسمعنا الناس بتتكلم، بيقول لك كان في راجل مولع خشب هنا قدام البيت. يعني الخشب كان من الشارع وصل فوق ولا ايه؟ ده الكلام اللي اتقال يعني من الكلام اللي سمعناه. ربنا يستر ان شاء الله ويتم يعني ستره، بس غالبا يعني زي ما حضراتكم شايفين ان بعض السنه النيران ما بقتش موجوده، فمن الممكن يعني ان هو يكون تم السيطره على النار بشكل كامل داخل المبنى، ورجال الحمايه المدنيه بتواصل وتحاول السيطره عليها. ويعني من الشيء العظيم ان ممكن يكون تم السيطره، لان احنا كنا واقفين بره وشايفين النار خارجه من الشبابيك، فالان وجود اي من النيران ولا بعض الدخان، فمن الممكن يعني ان يتم السيطره على الحريق